جدا لحكم كفء كابتن محمد فضل. وعلياه يحط ايده معاها عمرو ويخرجها، حاططها قنبله حلوه قوي، حاططها حلوه تحت العارضه. بص حاططها فين، منشن منشن، انما معاها على طول عمرو جابر يحول الكوره. حولها يا عمرو، مركز معاها وحاطط ايده ومطلعها بشكل كويس جدا بره المرمى وطاير ونازل على الارض. فكرنا بمدربه لما كان يطلع ويشيل الكوره. وادي شكل طبعا المدرب الكبير قوي كابتن حسن علي او البهلوان او اسطوره من اساطير حراس مرمى الكره المصريه. حسن علي في سلام ميدو مش تمشي الكره عرضيه وحارس يتألق. يا سلام عليك يا سلام عليك يا اللاعب عمرو جابر عوض، الاسم الثلاثي لهذا الحارس. عمرو جابر يمنع الخطوره، منع ده الراجل منع واحده واثنين وثلاثه، خمس دقايق كتير، خمس دقايق يعني شوط تاني ما شفناش فيه توقف كتير. فاول هنا على لاعب نادي الترتانة، يعني على اقل التقدير ممكن ثلاثة اربعة بحد اقصى، خمسة كتير قوي. عموما خمس دقايق. هنبدأ في الدقيقة الاولى، ترسانة واحد اصحاب الدار لا شيء، نادي النصر، مروان حمدي كنترول. بيجو محمود، بيجو لمحمود عبده، لضياء عاوز يعمل واحدة عند اوبا. الله 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 على التمريرة البينية من ضياء للاعب. يا راجل تاني تاني، الله ركز يا مان. موجود من اجل الاول للحرس. الله بتعمل ايه يا راجل؟ هنا شولة هارون في لقطة مضت، في لقطة فاتت، في اللقطة الماضية كانت الاخطر والابرز على مرمى الحارس عمرو جابر اللي تألق في الكرة الماضية بعد تراخي وتهاون شولة اللي فكر في كرير في اللقطة الماضية. اعدي موجودة لمحمد يوسف اللي هينفذ على طول براسية موجودة. الله حارس المرمى في المكان والزمان بعد راسية هي الأجمل لصالح حرس الحدود. لكن شوف محمد يوسف بيقدم إيه، محمد يوسف بعرضية ولا أجمل ولا أحلى في اللقطة الماضية. تمريرة كانت موجودة من نص الملعب لمحمد يوسف، رفع عينه لفوق وأيضا التمريرة براسية من شولة هارون للمرة الثانية للثالثة.